أهلا مشاهدينا، مكملين رحلتنا الصباحية على الساحل السوري في محافظة اللاذقية، وفي جعبتنا الكثير من الفقرات. ننتقل هلا لزميلتي زينب والأعمال اليدوية اللي دائما بتمتاز فيها المرأة السورية مع لمسة فنية خاصة. إليك زينب. أكيد يا نور، يعني أنا موجودة على شط البحر بالك لحتى نتعرف اليوم على أيضا موهبة جميلة جدا. طبعا الأعمال اليدوية أو الهاند ميد مثل ما منقلها هي حرفة أتقنتها السيدات السوريات بالإضافة لعملهم. اليوم معنا مدرسة رياضيات كان شغفها بالأعمال اليدوية كتير كبير، حتى تنجز وتبدع بقطع فنية رح تحكي لحالها ورح نتعرف عليها أكثر. أكيد دعاء كرتوش، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. شو رأيك هلا نحن على الشط أنا وياك؟ ايه على الشط، أحلى شط. أحلى وأحلى. ايه والله هو بيزيد جمال الوضع بالشط. أكيد. خبرينا يعني هلا نحن معنا نماذج عن اعمالك، يعني عرفنا عنك انك مدرسة رياضيات، بالاضافة لعملك كان في عندك شغف بانجاز قطع مميزة مشغولة بكل الحب والمحبة لتقدميها. خبرينا كيف بلشتي وكيف هيك صرتي تعملي يمكن هي القطع الجميلة وتعرضيها، مين شجعك؟ اول شيء نحن واطفال تعلمنا الشغل، يعني نحن هون اهل المنطقه بنحب نشتغل يعني اشغال يدويه بالاضافه للدراسه، هذا امر مفروغ منه. الساحل مشهور انه نحن بندرس يعني نتعلم ونوصل لمراحل، وتابعت هالموهبه على الكبر على الكبر على الكبر، تابعت هالموهبه وهلا فرغت، اولادي كبار وما عندي شيء يعني وقريب على التقاعد، فقلت بشتغل يعني اشغال يدويه ومنه بتسلى ومنه بجهز اولادي ومنه بجهز العرسان الحلوين وما بعرف. يعني اكيد حلو الواحد هيك بعد ما يتقاعد من عمله ويكون في عنده شيء بيحبه يشتغله ويبدع فيه، فكيف اذا كان الهاند ميد اللي هو من يعني بتصنعه السيده بكل محبه بكل رواء بكل صبر لتعطي هي يمكن القطع الفنيه الجميله. خبرينا اول شيء عن القطع الموجوده عندنا، خلينا نعرف المشاهدين وقد ايه عم تاخذ معك وقت، كيف عم تاخذ معك جهد. هلا هون عندك قطع خيش. خيش. خيش مشغولة بالريبان طبعا، بتعيدي تدويرها شيء كل شيء قديم ممكن ايه 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 ممكن. ايه هيدا خيش مشغول بالريبان، لا هيدا ما قديم، الخيش ما بيتجدد طبعا. وانا مشتغلة عليه بالريبان وقطع مميزة وحلوة يعني. لكن مثلا في عندك قطع صغيرة منها، حلو هي قطع صغيرة منها وقطع كبيرة. ايوه يعني خلينا نشوفها على الكاميرا اذا أيوة. فينا في عندك قطع ثانيه من الخيش حبيت اعملها هيك لعرض. في دانتيل وفي تطريز طبعا طبعا، في دانتيل داير مدايره، في ريبان، في شك ناعم، يعني في ذوق كثير حلو. يمكن السهل البسيط اللي هو مميز بجماله، الناس عم ترغب الهاند ميد صارت اكثر من القصص الجاهزه، بس ما بدنا نقطع بنصيب حدا، بس فعلا لانه يمكن بتكون فيها اتقان اكثر اذا كانت مصنوعه من سيده، وخاصه اذا كانت بدقه هيك، وفيها تعب كثير وحلو وشغل، انت بتفرحي يعني. انا كل قطعه بشتغلها مثلا ما بصدق قديش بتكون بالنسبة إلي شغلة حلوة، وبفرح هيك في شيء جواتي بيفرحني. مثلا هيدي القطعة ليكي شو مهضومة، وطبعا هي طقم هون مشغول كله، هون عندك تول مشغول، هيدا خيوط دقمسة بشتغلوا الرسمات وبزينها، وبعدين هون عاملة حواليها كروشيه. في عندك كمان هيدي نفس النموذج ونفس النوع، هي بتذكرني بالقصص القديمه اللي كانوا يحطوها يعني. ليكي شو حلوه هيك شيء، حلو كثير كثير هيك شيء. مثلا عندك ليكي الكبيره منها شو مهضومه يعني هون، هي نفس المبدا. في عندك هونيك طول بس حاطط له دانتيل، داير مداير ودانتيل ليكي. طبعا بامكانك انت تحطي حتى يظهر هذا الشيء، تحطي شرشف او ستان ابيض تحته او ستان ملون، انت حره بحسب ما بتحبي. في عندك
كمان هذا نفس النموذج دانتيل، حتى الالوان لا كثير حلوه يعني، لحتى اشكال هندسيه اخذتها من مادتي. انا بدي اسالك انه حتى الاشكال الموجوده هي اشكال هندسيه متعلقه كونك مدرسه رياضيات، استفدتي من هاي القصه؟ طبعا طبعا استفدت منها. في عندك بعدين جدول الضرب للامه يا لطيف شو بحبه. في عندك هيدا كثير شغل انا بعده، هذا في اتقان وفي جمال حلو. هاد شرشف طاوله، ايه شرشف طاوله وصاير فيه هالشرشف ليك كله شغل ضرب، بس دقيق جدا ومتعب للغايه. ليه بياخد هيك شيء معك؟ بياخد وقت قد ايه ممكن؟ يعني ممكن يكون مثلا 15 20 يوم ياخد معي حسب فضاوتي، يعني الفضاء ممكن اقل. انت متفرغه لا ساعتني على راس عملي بالتدريس، انا بس بالصيف بحب هيك شغلات وقت الفراغ. هسه هون عندك حبيت مثلا ليكي مثلا هون ما حنخربت الامور كلها، في عندك هذا الشرشف شو انا بحسه كثير حلو ما بعرف حلو كمان هذا الالوان حلوه بتذكرنا يمكن كمان وشو ما فيش البسيط بسيط بذكرونا بالقصص القديمه اللي كانت ببيوت اجدادنا، يعني مثلا شرشف طاوله السفره البسيط اللي على التلفزيون اللي يعني هي الشغلات كثير هلا راجعه الناس عم تطلبها. ايه والله كثير في طلب عليها ان شاء الله ان شاء الله خير. في عندك هيدا شغل صوف صوف او فيك تقول تريكو، لك شو ناعم ما في شيء مهضوم جدا وما في شيء، شرشف لطفل صغير صوف بعدين مدخل على الصوف عندك دانتيل، مدخلت له دانتيل وهون مثلا وردات انا بحبه شوفه كثير حلو. عندك هداك الاشغال اليدويه الثانيه هيدا لا الصوبه اذا بتيدي هيدا اذا ممكن هيدا جميل جدا جدا كله فيها شيء هندسي مبين يعني ايه مدرن هيدا يعني متعب، هذا شغله متعب وحلو أكيد. ما بعرف انا بشوف هيدا الامر دي مهضوم وحلو ما بعرف. في عندك كمان الايتامين بس انا ما جايبه ايتامين كثير، بعمل ايتامين كثير حلو اذا بتيدي معلش هذا نحن يعني في عنا كثير قطع ممكن ما فينا كثير عنا كثير وقت لنحكي عنا كلها، لكن خلينا نقول انه الهاند ميد والصناعه اليدويه او الحرف اليدويه لكل ست اليوم سوريه هي صارت هوايه عم تشتغلها بحب، واكيد بندعي كل السيدات يتعلموا هي الشيء اللي بيحبهم والصبايا كمان الصبايا لانه هي فرص عمل بالاضافه لانه هي تشجيع لصناعه مشروع صغير فيكم تعملوا منه كثير. انا بدي اتشكرك كثير مدام دعاء على وجودك معنا، بالتوفيق بعملك كمدرسة رياضيات وايضا بالحرف اليدويه. خلي لي اياكي كلك ذوق حبيبي وان شاء الله بشوفكم هيك كلكم لكم مزاج بهيك اشغال يدويه بس كل الصبايا لهم اكيد ونور لها مزاج بالاشغال اليدويه. بدي ارجع لك يا نور وهلا بلحقك. شكرا لك زينة.